نحن في أقصى الجنوب التونسي وبالتحديد في محافظة تطاوين، وهي المحافظة الأولى في الجمهورية التونسية لجهة المساحة، وهي أيضا مصدر رئيسي للثروات الطبيعية في تونس كالنفط والغاز. فأهالي محافظة تطاوين انتظروا وصول التنمية والعمل لست سنوات كاملة منذ سقوط نظام بن علي، قبل أن يترجم غضبهم إلى اعتصام سمي اعتصام الكامور عام 2017. حينها طالب الأهالي بالاستفادة من ثروات منطقتهم المتمثلة في النفط والغاز، اعتصام فض بتوقيع اتفاق لم يطبق حتى الآن. ما صار لها حد شيء تطاوين، اتفاق الكامور لم ينفذ منه إلا النزر القليل، 80 مليار تكدست حتى صارت 240 مليار. فتطاوين وبرغم خيراتها ما زالت تشكو من غياب المشاريع الكبرى والبنية التحتية العصرية، كما تدل على ذلك شوارعها وأبنيتها. وصلنا إلى المدينة بعد يوم واحد من صدور أرقام رسمية تصنف المحافظة الأولى وطنيا في نسبة البطالة. نتمنى أن تكون الدولة دالة إرادة سياسية في الثروات نتاعنا، معمل زبس تكون معناها شركة وطنية للمعامل تاع زبس حديدية. نحن للتنمية أنا أبسط برنامج نعطيهم برنامج تاع تنمية، أما الإرادة السياسية إحنا كان يعملون شركة وطنية للزبس والرخام نبداو نجيبوا العملة من البر من الخارج. كل المؤشرات توحي بغضب بدأ ينمو من جديد في المدينة الواقعة أقصى الجنوب التونسي. لا يستبعد المواطنون هنا انتفاضة جديدة كما حدث في الكامور، في خطوة ردا على تجاهل السلطات المركزية لمطالبهم الملحة. ما ثماش حاجة واضحة تخليك تحس لأنك في ولاية في تونس. يعني كتقارن مثلا تطاوين ولاية بسوسة ولا بالحمامات ولا بأي بلاصة في تونس، ما تشوف حتى شيء. ما تشوف سوسة، تدخل سوسة كأنك في بلاد أخرى ماكش في تونس، تدخل تطاوين كأنك ماكش في تونس ضربة واحدة، كأنك في المغرب العربي ضربة واحدة. المزاج العام الانتخابي لأهالي تطاوين لا يخرج من دائرة التصويت لمرشح يختلف عمن حكموا تونس سابقا، فلا مجال لمواصلة تجاهل محافظتهم الغنية طبيعيا والفقيرة تنمويا. مراد الدلنسي من مدينة تطاوين، الميادين.